طيب نمشي لعبد الواحد يتسلم الدعوة للمشاركة في مفاوضات جوبا. أعلن مستشار رئيس سلفا كير للشؤون الأمنية يوم السبت عن تسليم حكومة جنوب السودان دعوة رسمية لرئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لحضور جولة المفاوضات المقبلة بجوبا. وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور قال يوم الجمعة إن جولة المفاوضات المقبلة في عاصمة الجنوب جوبا مع الجبهة الثورية تتسم بالشفافية والوضوح واستصحاب آراء المصلحة أصحاب المصلحة الحقيقية في مناطق الحروب والنزوح. وأعلن جولواك بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية عن تفويض منظمة الإيجاد لجوبا بأن تكون وسيطا ومقرا للتفاوض بين وفدي الحكومة وحركات الكفاح المسلح. الآن نحن بنتكلم عن جولة بتاعت مفاوضات بوساطة جنوبية بين الحكومة السودانية بمكوناتها كلها وبين الجبهة الثورية اللي هي عندها زي 6 أو 7 مكونات عسكرية ومدنية. لكن خلينا نشوف أجواء المفاوضات دي نفسها. صحيح أنه في 3 وفود جات من الجبهة الثورية خلال الأيام الماضية الخرطوم، وجاء برضو مبعوث الرئيس سلفا كير قائد الوساطة، وحتى الحكومة السودانية بشقينا يعني عندها استعداد عالي جدا لأن تدخل هذه الجولة بتاعت المفاوضات. وتابعنا النائب الأول لرئيس المجلس السيادي زار أريتريا وزار تشاد، ودي كلها لقاءات عندها علاقة كبيرة جدا بالجبهة الثورية، ولقاءات سابقة زار فيها جوا، ورئيس الوزراء برضو زار أريتريا وزار أسمرة وزار جوبا. في استعداد كبير جدا. لكن خلينا نشوف المناخ العام بتاع هذه الجولة من المفاوضات. يعني الواحد لما يشوف التباينات والانقسامات داخل الجبهة الثورية برضو بحس بقدر كبير جدا من أنا داير أقول لك يعني ما من الخوف لكن من التحفظ، لأنه أنت داير تفاوض لك مكون، المكون نفسه هو منقسم على نفسه. يعني السؤال اللي بيطرح نفسه يمكن الأستاذ ياسر عرمان في الحوار التلفزيوني ما قدر يجاوب عليه. يعني حتى لو المجموعة دي وقعت اتفاق وفي ناس خرجوا عنها لأنهم ما ملتزمين بهذا الاتفاق، ما هي الخطوة القادمة؟ الآن أنت بتتكلم في الخبر عن أنه قدمت دعوة لعبد الواحد نور واستلمها. الدعوات دي لازم تقدم لأن هذه الوساطة ودي مكونات. لكن الشاهد في المسألة أنه عبد الواحد نور معلن موقفه من بدري وبيكرروا حتى أمس يعني في واحدة من الإصدارات الفرنسية إن والله ما يحدث الآن من مفاوضات ولا يعنيه. فأنا أفتكر إنه هو الآن رسالته واضحة، هو رافض يأتي إلى هذه المفاوضات لأنه يعني بيفتكر إنه لسه الموضوع ما بالطريقة دي، يريد أن يكون بشكل تالي. طبعا مسألة سالبة جدا، والواحد ما بيتمنى إنه عبد الواحد نور يتبنى هذا الموقف العنيد. بتتكلم عن مكون تاني عسكري مهم جدا اللي هو قطاع الشمال. قطاع الشمال الآن برضو نحن نتكلم عن مجموعتين، مجموعة ياسر عرمان ومالك عقار ومجموعة الحلو وبجماعته. برضها دي توترات داخل الجبهة الثورية نفسها. بنتكلم برضو عن مني أركم الناوي، هو جزء وموافق على المفاوضات وحيحضرها، لكن تصريحاته في الفترة الفاتت كلها كانت تصريحات لا تشجع على المضي قدما، لأنه بيتكلم عن الوثيقة الدستورية وبيتكلم عن اتفاق أديس أبابا ما مضمن حتى الآن، وبيتكلم عن السلام مسألة جوهرية وكذا. حتى حديث الأستاذ ياسر عرمان في الحوار التلفزيوني يعني بيفتكر أنه كثير من القضايا اللي مفروض الناس تناقشها ما تناقشت، اللاجئين النازحين السلام وكذا. فأنا شاعر بأنه لو ما الوساطة لدولة جنوب السودان اتفقت تماما على جدول أعمال عشان الناس تقعد فيه، أنا أفتكر مفاوضات يوم 10 ما بتكون أحسن من سابقاتها. لأنه القاعد يهزم هذه الجولات من المفاوضات إنه عدم الاتفاق على جدول الأعمال نفسه. يعني كل ناس عندهم سقف عالي جدا من المطالب وعندهم أجندة عالية جدا، حقه نتوافق على منطقة وسطى. وأنا شاعر بأنه الجبهة الثورية يعني رافع السقف بشكل كبير جدا. يعني حتى الكلام الليلة نحن الحكومة دي الآن ما في ولايات مدنيين، الحكومة دي ما فيها مجلس تشريعي حتى الآن، دي هياكل مهمة جدا في الفترة الانتقالية. الجبهة الثورية حتى الآن بتقول ما لم نصل إلى اتفاق يجب أن لا تشكل هذه المؤسسات. الحكومة بصورة أو بأخرى بتعلن أنه نهاية هذا الشهر مفروض كل هذه المؤسسات تكتمل. دي نقاط جوهرية جدا، لأنك أنت بتتوقع أنه لو ما توصلوا فيها إلى اتفاق في لقاء جوبا يوم 10
لو الحكومة مضت في كلامها بتبعد الجبهة الثورية عن الحوار القادم، لو كمان استجابت للجبهة الثورية حتبطي بالفترة الانتقالية لأنها تحقق الأهداف بتاعتها. يعني الوطن ما بيحتمل أكثر مما احتمل. نحن نتمنى أنه الجبهة الثورية تكون أكثر مرونة وأنه يتم التوصل إلى اتفاق. وعبد الواحد نور ده يعني التقى بالرئيس الوزراء حمدوك، لكن التصريحات طلعت كانت سالبة، إنه هو التقى به وليس رئيس الوزراء. وده طبعا كلام ما يعني حمدوك بيرأس مجلس وزراء لحكومة انتقالية نتاج ثورة. يجلس مع واحد من القيادات يقول لي لا والله ما بعترف بيك أنك رئيس وزراء، لكن بجلس معك بصفة أخرى ووصلنا إلى تفاهمات. كيف الكلام ده؟ أنا أفتكر إنه إحنا محتاجين لأنه يكون في مرونة عالية جدا، يكون في درجة على الحرص على الوطن، لانه الكلام ده كله مستهدف به والوطن. ومطالب الجبهه الثوريه او غيرها لو جات وانضمت للحكومه الانتقاليه خلال الثلاث سنوات وثلاث شهور دي ممكن كثير من القضايا تحل. ده كلام سليم. انا بحييك وليه زمن انتهى دكتور عبد الملك النعيم المحلل السياسي، شكرا لك كثير. شكرا معتصم وشكرا للذين تابعونا. شكرا لك كثير وشكرا للمشاهدين اللي بتابعونا.